والمزيد عن توزيع التحالف الوطني للعمل الأهلية التنموي مواد غذائية على الأسر الأكثر احتياجا في محافظة الفيوم مع مراسلنا عبد المنعم إبراهيم الذي وفانا بالرسالة التالية. في إطار الدور المجتمعي الذي تتحمله مؤسسات المجتمع المدني ويتحمله التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، قافلة تجوب محافظات الجمهورية اليوم لتوزيع شنط الخير وعدد من الأجهزة الكهربائية والأجهزة والمستلزمات التي تحتاج إليها الأسر الأولى برعاية والأسر الأكثر احتياجا. نحن الآن في محافظة الفيوم لرصد هذه القافلة ومتابعة سير الأحداث هنا التي تقوم بها مؤسسات المجتمع المدني تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي. عدد من الأعمال تقوم بها أو يقوم بها التحالف الوطني اليوم في محافظة الفيوم وتحديدا من مركز طمية بمحافظة الفيوم، حيث يقوم أو تقوم مؤسسات المجتمع المدني هنا بمد عدد من وصلات المياه إلى الأماكن التي ليست بها وصلات إلى المياه أو ليست بها مياه صالحة للشرب أو الاستخدام الآدمي. يقوم التحالف اليوم بمد عدد من وصلات المياه إلى البيوت والأسر التي تحتاج إلى ذلك، بالإضافة إلى توزيع عدد من شنط الخير والتي بها الكثير من السلع الغذائية التي يمكن استخدامها في في شهر رمضان وفي غيرها من الأيام. كذلك أيضا يقوم التحالف الوطني هنا بتوزيع عدد من الأجهزة الكهربائية على المواطنين وكذلك الأسر الأولى برعاية والأسر الأكثر احتياجا في القرى والنجوع التابعة لمركز طمية بمحافظة الفيوم. هذه كانت أبرز ما لدينا من تفاصيل عن قافلة الخير التي تجوب محافظات جمهورية مصر العربية اليوم من خلال التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، ونحن رصدنا لحضراتكم سير هذه القافلة من محافظة الفيوم.